ننظر رقم 84 و100. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال. انظر إخواني في الله، إن الله كره، هذه الكراهة من الله، وكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالمكروه في الشرع إذا أطلق هو الحرام، وليس على مفهوم المتأخرين من الأصوليين ما نهى عنه الشرع على غير وجه الإلزام بالترك، لا، متى ذكر وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فإذا الأصل في الكره أنه للتحريم. طيب ماذا كره لنا الشر؟ حرم علينا الشر. واحد، قيل وقال. ما معنى قيل وقال؟ ما معنى قيل وقال؟ كثرة الكلام غير له فائدة. نعم، أن تتكلم بكلام لا فائدة منه ولا يقربك من الله. لذا هناك من أهل العلم من إذا أردت أن تعد كلماته عددتها، لا وقت عنده للكلام الفارغ والضحك والمزح واللعب. اثنين، معنى الكلام الفارغ اثنين، نقل كلام الناس، يكثر الجدال. نعم، الجدل الباطل الذي لا ينبني عليه هداية، فهذا من القيل والقال. فلذا ذكره اللالكائي في هذا الموطن أنك إذا أردت أن تناقش ووجدت أن هذا المناقش لا ثمرة في استجابته فهذا من القيل والقال. وكثرة السؤال، ما معنى كثرة السؤال؟ نعم، أن تسأل على ما ليس فيه عمل ولا يقربك إلى الله، وخصوصا في دينك. فبعض الناس كما روي عن الشعبي أنه قال له أحدهم: ما اسم زوجة إبليس؟ زوجة إبليس، ما الفائدة من هذا السؤال؟ وماذا ينبني عليه عمل؟ وماذا يقربك من الله إن عرفت اسم زوجة إبليس أو لم تعرفها؟ فأجابه على الفور، قال: هذا عرس لم أحضره. يعني جاوبه بالمستوى العقل الذي عنده. فإذا السؤال إخواني في الله ينبغي أن ينبني عليه عمل وثمرة تقربك من الله، وإلا فهذا السؤال منهي عنه، وخصوصا إذا خاطبت أهل العلم. لما؟ لما خصوصا إذا خاطبت أهل العلم؟ إذا واحد، تضيع أوقاتهم. اثنين، لأنهم مكانهم. اثنين، تشغل فكرهم. تشغل فكرهم. ثلاث، تضيع وقت الطلبة المدرسة. تضيع قدراتهم وطاقاتهم. هذا العالم عنده طاقة يدخرها لتعليم الناس، وبالتالي إذا جلس للتدريس ينبغي أن يكون مرتاحا حتى يعلم الناس. فتأتي أنت فتسأله في أشياء لا ينبني عليها عمل ولا فائدة، أليس هذا وقت؟ كيف رحلتك يا شيخ على الرياض؟ كيف شهرت الرياض؟ كيف الفندق اللي نزلت فيه؟ هذا لا يسأل طلبة العلم وأهل العلم هيك أسئلة وقبل الدرس، لأنك بتضيع طاقته وقدراته. هو مدخر وقته وطاقاته لكي يعلم الناس، ما تفرغها في أشياء. هذا بتسأل جارك وصاحبك وزميلك وابنك وأخوك أما ليس هذا الوقت وقت سؤال. احرص على أن تسأل وألا تضيع أوقات أهل العلم ولا تبدد طاقاتهم. طيب،